الخبر اول اللي عدنا عن القصة اللي هزت السوشيال ميديا مبارحة واللي كانت على غيث مروان والفضيحة اللي انتشرت عليه بين الناس. فغيث مروان يا حبايب طلع انه ابوهم منفصلين عن بعض، واللي فضح هذه القصة بالكامل هي اختها آية، وهذه امها الحقيقية يا حبايب. وبعد ما انفصلت عن زوجها راحت هي الزوجة وخلفت آية، وهي اللي فضحت القصة بالكامل. راح اشرح لكم القصة بالكامل من كان غيث مروان طفل عمره تقريبا 16 سنة. بعد فترة من انفصال امه وابوه عن بعض خيروا غيث مروان بين انه يختار بين امه وابوه يكفي حياته وياه، وهو اخر شيء اختار ابوه واللي بدور سفر وياه. والاب تزوج بنية اللي هي اسمها حنان حاليا، البنية مغربية. وبعد فترة من الزمن يا حبايب غيث مروان نقدر نقول نسى الماضي، وللأسف نسى أمه نوعا ما كرهها. وبهذا الوقت يا حبايب الأم هي همين تزوجت وجابت آية. وطبعا الأم وآية هم كانوا ساكنين إلى الآن بلبنان، ومثل ما تعرفون يا حبايب إنه غيث مروان قرر إنه يسافر للبنان من حوالي كم يوم بس. واللي صار بلبنان يا حبايب إنه بعد ما وصل غيث مروان للمطار توقف وما خلوه إنه يفوت إلا إذا يجيب أمه ويلتقي وياها. ولكن اللي صار يا حبايب إنه عمت غيث مروان رفضت هذا الشيء إنه يصير، وما خلت الأم تلتقي بابنها وهي خرجت من المطار. وطبعا غيث مروان هو من الاساس هم يريد يشوف امه الحقيقيه، وهذا الشيء خلاها انه هي كل تتضايق ونوعا ما نقدر نقول قلبها ينكسر لامه. فلهذا قررت آية انه تطلع وتفضح كل الموضوع بالكامل وتفضح غيث مروان. فآية نزلت على حسابها بالانستغرام شوت ستوريات، وبهذه الستوريات حطت بها كل الدلائل اللي تثبت هذا الموضوع انه غيث مروان هي امه الحقيقيه، وجابت قيد السجل واشياء كلش دلائل مستحيل تنكر ولا 1% يا حبايب. بعد نزلت هذا الستوري تقول ما بيحكي لامي، ومرت ابوي يقولها ماما ما بعرف ليش ايش قاعد يسوي، هل اكو واحد ضغط او هو نفسه ما يريد يشوف امه. وبعد نزلت شوت ستوريات ثانيه واحد يقولها حكيت عن الموضوع هسه، فتقول هسه صار عمري 23 سنه وعرفت شنو يعني ام، صار عندي اولاد وشفت امي انه ما لها حظ لا كزوج ولا كابن، فبدها تعمل اخرته وتريد تصطف القلوب وما تريد تشوف امها متضايقه ابدا. وطبعا الدليل الاقوى على هذا الموضوع يا حبايب انه غيث مروان بالبث المباشر مالته، بهذا البث المباشر قال انه ما ملتقى ويا امه من حوالي 19 سنه. شوفوا اللقطه. يقوم اشبط كفو يا زلمه والله نرفز انه بس عشان اعمل ابنها يدخلني. المهم انا في قصه طويله انه انا ما حاكي مع امي من 19 سنه، عمي من يمكن 19 سنه، عمي من يمكن 19 سنه. فقال لي اتصل له، قلت له ما بعرف رقمه وتوب من هالموضوع. المهم وصلت رقمه اتصلت له، المهم اجى على اساس يطلعني. فوقتها هون سالني قال لي ليش جاي على لبنان، قلت له مرور الكرام ما بدي اروح على لبنان ولا بدي اشوفه يعني بدي فوت اصلا، قلت له انا بس جاي هيك. قال لي والله، قلت له ايه والله. وحاليا يا حبايب امه كلش قلبها مكسور، بدت تموت على مود تشوف غيث مروان، ولكن هو رافض انه يشوفها، ورغم انه الموضوع اساسا ما حد يعرف شنو السبب بالضبط ليش هو ما يريد يشوفها، لا واحد ضغط عليها وهو ما يريد يشوفها. ولكن الشيء الحلو يا حبايب انه غيث مروان حاليا التقى ويا اخته اللي هي من امه، ويمكن حيلتقوا هو وامه ان شاء الله يا رب. وطبعا آية نزلت على حسابها بالانستغرام شوت ستوريات، وبهذه الستوريات شرحت الموضوع بالكامل من البدايه للاخير وشنو سبب طلوعها وحكيها بالموضوع. الستوريات كلش مهمه لازم تشوفوها اذا حابين تعرفون القصه بالكامل، وبس يلا شوفوا الستوريات. حابة احكي بموضوع لانه كتير انتشر وكتير قسم من الناس عرفوا بالموضوع. انا بصراحة يعني هيدا الشيء كله ما كان بدي يصير، حاولت كل الطرق، جربت حاولت كل الطرق. اخر احتمال كان عندي اني نزل، قبل ما كنت عم نزل لانه خفت تفكروا انا كذابة او شيء، بس انا لا ما عندي هذه الحركات. انا كل همي انه امي تشوف ابنه، امي حدا متضايق يعني، وانا حدا من الناس كمان اللي عم يشتغل على اخرته يعني، بهمني صلة الرحم، بهمني امي ترضى عني، بهمني الكل يسامحني بعدين. فهيدا الشيء كان اخر احتمال اني اسويه وسويته. اكيد وصل لغيث، واذا كان في ضغط او مش ضغط او ما حدا فهمان الموضوع، اذا بدها تنحل بتنحل، واذا ما بدها تنحل بيقول انا ما بدي اشوف امي. انا بس بدي جواب مقنع يعني، انا هيدا الشيء كله عملته لشوف اذا في ضغط او اذا بحال ما ضغط يعني. هلا نعرف الموضوع وصار في شوف امه، وهذا الشيء اللي بدي اياه انا، بهمني امي تشوف غيث، وانا حدا بحب غيث وابدا مش بنيتي اذيه. النية تنزيل انه نجمع بين الام وابنه، لانه كمان امي بس تشوف انه ابنه عم بعيط لحدا تاني ماما. نقطة تانية كمان بدي أحكي عنها بالنسبة لموضوع الشهرة،
أنا الحمد لله مرتاحة وعندي شغلة وعندي عائلتي، مش بحاجة أبدا لشهرة. أنا شغلي يدوي وبشتغل تاتو أرتست مثل ما نكون شايفين. أبدا مش بنيتي زيد عدد اللايكات زيد عدد الفولوورز، لأنه شغلي أنا بشتغل وبقبض مصاري. يعني أنا ما بقبض من يوتيوب ولا بقبض من إنستغرام ولا بقبض من أي مواقع تواصل اجتماعي. فاللي بدي أخبركم إياه إنه أنا آخر همي الشهرة. أنا الحمد لله معروفة بلبنان وبهمني شغلي أنا يوصل، وأكيد يعني أنا بهمني كبر بلبنان، ما بهمني كبر إنه كل متابعين غيس سوريا ودبي إمارات وهالحركات. يعني نيتي هي بس إنه أمي تشوف ابنها، يعني وأنا كمان حابة أشوفه بصراحة. هيدي هي النية بس، ما بدي حدا يفكر شيء غلط ناحيتي أو ناحية، لأنه في كتير قصص أنتم ما بتعرفوها. حاولنا كتير 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 أكتر ما بتتخيلوا. ما كان ينفع. يعني آخر احتمال كان هيدا الموضوع. أنا من زمان من قبل ما غيس ينعرف على السوشيال ميديا أنا بحكي معه، كان يحكي معي وفجأة انقطع الاتصال. بس حكيت حدا من أهليته بلكي بحنوا هالقلوب على بعض ونحكي على العلن، ومش إنه نحكي على العلن السوشيال ميديا، نحكي على العلن قدام أهله عشان يحنوا على بعض، عرفتوا كيف؟ فمن وقتها بطل. آخر مرة لما كان بلبنان عزت بقلبي، لأنه كنت مولدة جديد، في كتير أسئلة براسي، كتير أسئلة حابة أتجاوب عليها، حابة نقعد أنا وغيس نحكي أعرف أكتر، يعني أفهم الموضوع. يعني بالنهاية هو بس إجا كان عمره 16 سنة، أنا كان عمري 10 سنين. وآخر مرة إجا على لبنان كنت بعدني مولدة جديد، فعزت بقلبي إنه كمان صار لنا زمان مش شايفينه. بس ضايقت لأنه شاف خالي، هو خالي خيال أمه وولاده، نزل وقتها عنه. طب إيش معنى خالي قادر يشوفه وإيش معنى نحن ما قادر يشوفنا؟ طب في حلقة ناقصة، أنا حابة أفهم المواضيع، عشان هيك نزلت، قلت بلكي غيس يعني هلأ هو المفروض لازم يشرح عن الموضوع. أنا شرحت من ناحيته، لازم نسمع الطرفين، لازم أفهم وجهة نظره، لازم يفهم وجهة نظري. في شيء ناقص ما بعرف. طب إذا هو قادر يشوف خالي ولاد خالي، طب ليش أمي؟ ليش أمي لا؟ عرفتوا كيف؟ ما بعرف شو بدي أقلكم بعد، بس عن جد أنا متضايقة 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 متضايقة. أول شيء لأنه أنا ما كنت حابة نزل، ما كنت حابة يصير هيدا الشيء كله، بس اضطريت نزل. تاني شيء لأنه أمي وصلت لعمر 52 سنة وما في حدا حدا كان مني بالجر. هلأ كل واحد عنده ظروفه، لازم يكون في شرح، لازم كذا مني أنا. فإن شاء الله خير يا رب. إذا كان في نية يتصلحوا الأمور من وراء هالخطوة اللي خطيتها، إن شاء الله بيتصلحوا الأمور. وإذا ما كانش في نية، أنا متأكدة إنه غيس شافهم لأنه رفقاته شافوهم. إذا كان في نية يتصلحوا الأمور بيتصلحوا، إذا ما كانش في نية خلاص أنا وصلني حقي، وصلني الجواب ومش الحال. بس بس مرحبا من وصلت المقطع. شو رايكم بالموضوع حاليا؟ هل استغربتوا؟ شو رايكم بالقصة؟ طبعا اشتركوا بالقناة عم بدي ادخلكم باقي الموضوع ندخلكم اياه، وهل انصدمتوا بالموضوع او لا؟ وبس كانكم فايز يا مقاتل القصص، ومع السلامة.